الحين يما انت من صدق رايح مكلم ام البنيه قبل ما شاورين فيصل؟ سليمانو قص ولا كلمه، ترى اخوك الحين على وصول لا يسمعك ويقلب تفهم عاد الحكي، ترى انا اللي فيني كافيني. ما فهمت يما. لا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو اللي شلون يعني؟ ناطره انا ام البنيه تعطيني بس خبر واحدد الموعد واخذ اخوك واودي وكم مع كذي بالخبر، حطه قدام الامر الواقع. واذا ما رضى؟ صدق الله هو على كيفه ولا على كيفك؟ صدق؟ لا انا امن حياتي وبطل حلجي وانطر هذه تلعب فيني هالعيوز، عيوزة النار كذي تشكبام ولا يتزوجها وانا اموت من القهر اشب نار صح؟ يا يمه الله يطول في عمرك، هذا زواج مو لعب يهال. لا حول ولا قوه يا ربي، هذا بينيت. سليمان وش فيك مينون انت؟ ينيت نسيت ولا ذكرك؟ تذكر يوم اقول لك اخذ بنت خالتك؟ ما بيها يمه، هذه مثل اختي ما تعجبني. لا كا اشوفها مداريها مدارات مسويتك سكانه مرته. يمه ايش فيش قلبت علي انا ومرتي؟ انا اقول خلينا موضوع فيصل وايد احسن. اقول 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 مرتك ابراهيم الصغير متى بيجون البيت؟ الحين توش طابه فينا يما انا ومرتي، تسالين عنها؟ خلصني الحين، متى بيجون؟ انا كنت بمر ام ابراهيم اليوم اجيبها بس خالتي قالت لي خلها عندنا فما حبيت اكسر بخاطرها. ايه ما عرفتك ام ابراهيم ايش تو؟ ودق على ابراهيم الكبير قول له ان ابراهيم الصغير بالبيت واذا بغى يشوفه خليه باي وقت، ترى البيت بيته. ايه البيت بيته، بيت بيته مكانه بعد. ايه ليش تبي؟ نعم بي ان شاء الله بكلمه. يلا 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 روح 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 دق على مرتك ولا شوفها تتيبه. يلا يلا تحرك ان شاء الله يمه توصين على شيء تبين شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص ماشي ماشي. سكانه مرته. هاي يما حبيبتي ايش قلتي تشوفين الريال؟ اما خليون عندنا قعدي مع الولد سولفي معاه بعدها يبي يصير خير. زين يما انا مو عارفه شنو وضعه شنو حالته. يما خالتك وداد مطلقه وعندها سلمان وفيصل، سلمان متزوج وفيصل الصغير هذا اللي متقدم لك، وابوهم ابراهيم السندي ينقال ابراهيم السندي وعنده عقارات وفلوس والحمد لله مقتدر والريال مو مقصر على عياله، وسلمان قاعد يداوم معاهم بالشركه بعد. يما انت تدرين ان المظاهر ما تهمني. ادري بالمظاهر ما تهمك يا بنتي، اخذي وقتك بالتفكير والقرار عندك بالنهايه. ترى كلام ابوك عادل، ما انت خسرانه شيخ نشوفهم. زين تريعنا يلا يبا حطوا الغداء. ها يلا حاضر. يما هاي يما ابي اروح بيتي اخذ اغراض من هناك. يما عادي روحي بيتك واخذي الاغراض اللي تبينها، كاهو اخوك اخذيه معك. اي بعد لا تاخذين اشياء وايده، اخذي لك بس اللي يكفيك هاليومين، ان شاء الله موضوعك ما راح يطول وتردين بيتك بسرعه. ليش يبا انت متضايق من وجودي هنا عندكم؟ افا يا بنتي ما هقتها منك، انا اذا ما شالتك الارض أحطك فوق راسي. بس يا بنتي أفكر بولدك، ما أبي يتشتت بين أمه وأبوه، بعدين أنتي ما ولهتي عليه ما تبي تشوفينه. لا 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 ما اشتاقت حق أحد، لا تقعد تدرس راسها بهالكلام اللي لا يودي ولا يجيب، خلي البنية تاخذ قرارها بكيفها. وانتي إذا تبين ولد عمك عقب اللي سواه فيك هذا كيفك، بس بالأول خلي يطلق اللي خذاها. عدل كلام أمي، ما تردين حق فواز إلا لما يطلقها ويعتذر منك بعد قدام الكل. بس أنا خلاص ما أبي فواز، أخذت قراري. ليش يا بنتي؟ فواز كسرني يبا، فضل علي واحدة من الشارع، ما حسب بحساب أن أنا مرته وأم ولده وقبل هذا كله بنت عمه. أنا خلاص ما أبي ولا أقدر أسامحه، قل لي يطلقني بهدوء. بس يا بنتي طلاق شيء مو سهل،
لا ترخصين بولدك، الولد هذا ما له ذنب، بيتشتت بين أمه وأبوه. الدم ذنب أبوه، هو اللي رخص فيني أنا بالأول، ودام تزوج خلاص الله يهني. أصلا أنا ما كنت مستأنسة معه. معقولة مو قادرة تسامحيني؟ معقولة تصبرين عني كل هالمدة؟ أنا آسف، مستعد أصلح غلطتي، بس خلينا نرجع بيت ظلمة من غيرك، أنتي وعصام. كذاب، كذاب ومنافق بعد. والله تعبت. تعبت. شو هاي؟ شو سكتي بلوك؟ ظهر وايد كبرت المشكلة. يا رب بس تحنن قلب. يوم عشاني عشان ولد. مو حالة كل واحد فينا ببيت قاعد. فكرت موضوع اخوي؟ دلال انا فكرت وراح اضيفه بس بالسناب. والله صدق؟ ايه بس دلال بس كفرندز، خليه يعرف هالشيء من البدايه. هي حلوه تصيرون فريند. زين انا بطلب منك طلب، ما ابي اي احد بالمدرسه يعرفها عن الموضوع. اكيد هالشيء بيني وبينك، اليوم بخليه يضيفك. اوكي. اوكي ثانك يو ماي. اخوي وايد مستانس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا رب يا حبيبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ها؟ ايش فيش طاقتك البوها؟ ما ادري. فيش طاقتك حقر بقر سالفتك؟ ما ادري انت ايش فيك؟ انا ما فيني شيء. شوف ايش راح اراده. ضايق خلقي؟ اي ناطر شتين؟ تاخرتي؟ كان هيك فعلك شبيك لبيك زهره بين ايديك تفضلي امري دللي. لا بس ناطره يردون علينا يردون. الحين هم بيدقون ولا بيون ولا بيردون ولا شنو؟ بيدقون بيدقون اي بيدقون ما له داعي. دقوا ولا ما دقوا؟ خاهم دقوا 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 دقوا. عظيم. خلصيني. الو. هلا 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 هدى. هلا حبيبتي. بالمبارك بالمبارك بعد قلبي. الله يبشرك بالخير يعلي ان شاء الله يا رب التهنون والتهنريم يا رب فيصل يا حبيبتي يا بعد قلبي.
اي لا ان شاء الله اي باكر باكر ان شاء الله باكر باكر عقب صلاه العشاء ني ان شاء الله اي او اي اكيد اكيد فيصل معانا لازم لازم يشوف العروس والعروس تشوفه لازم اي حاضر لا ان شاء الله ما راح نتاخر باذن الله ان شاء الله بالمبارك حبيبتي بالمبارك ان شاء حبيبتي بعد قلبي ما قصرتوا مع السلامه مع السلامه حبيبتي ايش تبي؟ زين اقول لك خلصنا وليش باكر؟ هو باكر خير البر عاجله قد شرنا خلاص يلا ان شاء الله قد شرنا الله يكتب لنا ان شاء الله بعد لا عذر اي هيقول لي إيه إيه إيه. ما ادري شنو حكي فاضي خلاص لا ان شاء الله يعني يي يروح إن شاء الله. يشوف البنيه يشوف البنيه الله يكتب له يا معوده الله يكتب له اللهم امين اي والله امين ان شاء الله يا ربي اللهم امين انت يا بنيه يبي لنا شاي منال شيك متكدره وشايله الدنيا على راسك في شيء يا يمه بس يما أمس فؤاد كلمني بموضوع اليهال وانتي تدرين فيني أنا ما بيجيب عيال الحين إلا لما أتخرج وهو قال إن أنتي قريب تتخرجين فلازم نجيب عيال أي مرة عيال صاج حتى أنا ودي أشوف ولدك بس أنا ما بيعيال الحين هو ليش يما يما أنا ساعات أحس إن فؤاد ما يحبني ما يحبك إيش تزوجك طمعان بفلوس أبوي وش اللي خلاك تتأكدين من هالشي؟ ما أدري تصرفاته أحياناً غريبة معي ماني عارفة شلون أشرح لك هالشي بس إن ساعات أنا أخاف منه تخافين منه يا يما؟ ليش؟ سوالك شي؟ قالت شي؟ لا يا يما بس ما أدري مرات أحسه طماع ومو شايف خير يعني قلت لك ماني عارفه شلون اشرح لك بس انا كل همي ان انا ما بيجيب منه عيال الحين الا لما اتاكد انه هو صدق جايبيني حق نفسي مو عشان فلوس ابوي او انه طماع بشيء شلون راح تتاكدين ما ادري بس انا لازم اشوف لي طريقه اتاكد فيها اذا هو صدق جايبيني حق نفسي او طماع بفلوس ابوي يمكن تكونين طالمته ما ادري حاضر حبيبتي من عيوني تم بعد عمري انت جربي شغلني وبتشوفين ان شاء الله على الساعه 12 باكر بيكون الطلب موجود مع السلامه الله يسلمك هلا هلا والله حبيبتي ها كنك اليوم جايين بكر اي اليوم مديرنا مزاجه حلو وما عندي شغل رخصتي يا خوش زين كل يوم مزاجه كان زين تعالي تعالي خلنا نقعد نسولف من زمان ما قعدنا وسولفنا مع بعض تعالي عندك سالفه عندي سالفه عندي سوالف يلا تعالي خلنا تعالي حبيبتي قعدي ما قعدي وهذاني قعدت معك عندك سالفه كنا شنو سالفتك عندي سالفة يا يما سالفة هالشقة انت يا يما للحين ما فضيتيها وقاعد تدفعين اجارها شو السالفة يا يما لا يكون تبين تاخذين البنات وتروحون تقعدون بروحكم وتخلوني انا هني بالبيت لا والله خالتي حشة بالعكس البنات تعودوا عليك ومستانسين وحتى انت يعني يدتهم وما لهم غنات عنك وانت انا ايش فيني انت مرتاحه بالقعده هني بالبيت ولا لا والله يا خالتي انا ما شفت منك الا كل خير ناديه انا مثل امك ولا تقعدين تلفين وتدورين علي وليه ما جاوبتيني عدل انت مرتاحه هني بالبيت معاي ولا لا والله شو اقول لك يا خالتي انت تدرين ان هالبيت شفت فيه ايام حلوه وايد بس شفت فيه ايام مره وايد في عندي ذكريات بالبيت هذه صعبة أني أنساها وبنفس الوقت صعبة أني أحرمك من البنات أنا ماني عارفة شو أسوي يا خالتي اللي مر علي مع محمود الله يرحمه ماني قادرة أنساها أبد أنا مشاعري يا خالتي متخربطة متضايقة وماني عارفة أعبر عن شعوري ولا أقول لك اللي داخلي ما أعتقد إنك تقدرين تحسين باللي داخلي يا خالة صعب صعب إني أقوله لك أنا حاسة فيك يا يمه وقاعدة أتخيل الحيرة اللي أنت فيه
بس بعد أتمنى منك يا نادي إنك تسامحي. تكفين يا نادي سامحي. سامحة. سامحي يا بعد قلبي. سامحي وحللي. محمود الحين مو موجود معانا. عسى الله يرحم ويغفر له يا رب. احنا يا نادي ما لنا غير بعضنا بعض، انا وانت والبنات. على كثر ما اذات وضرت، على كثر ما كان يحبك. محمود ما حب غيرك وانت تدري. تكفين يا يما سامحي، خليه يرتاح بقبره. سامحي يا يما. سامحت عسى ربي يغفر له ويسامح يرحمه برحمته. سامحت بس لا طقين خلقك. هذا اليوم طالع من الدوام مبكر وتبكين، المفروض تستانسين. اكيد يا يما انا مستانسه فيك. أوي يا برهومي بس لا يما لا تبكي يا عان يما بس تكفين، عورتي راس الولد. مو شغلك انت يبع عيال، وذيك الساعة راح تعرف وتعرف شنو معنات هاللعب اللي انا العب وياهم. ايش فهمك انت؟ خالتي خلينا نقوم اشيلها عنك، اخاف تعبتي. بس لا يا حبيبتي خليه هذا روحي وعمري كله، هذا الامل اللي انا عايشه علشانه امي. الله اكبر، هالحكي هذا قبل كان ينقال لي انا، قام ينقال حق هالنتفه هذا؟ يعني تغار من هالحكي. يلا شد حيلك تزوج ويب لنا عيال وخلينا نشوف ذريتك ولا برهوم. انا ادري ان برهوم بيعطيهم 10-0. ادري اصلا انا حتى اذا بعيال انا ما ابي ولد، ولد وراء مشاكل ومخافر. انا ابي بنيه نسميها وداد، تصير عندنا وداد الكبيره وداد الصغيره وابراهيم العود والصغير. الله خوش فكره والله، ولا كبروا ونزوجهم والحفله على امي، ولا ايش رايك يمه؟ خله هو يتزوج بالاول اخوه وخلي يقول ما يخالف على اللي امه تختار له، ويسمع كلام امه ويجيب الذريه الصالحه، وذك الساعة يصير ألف خير إن شاء الله يا يما. يما لا تبتي برهوم حبيبي، والله العظيم أنا زعل. لا تبتي. Thank you.
ايش رايك خلود؟ اتوقع تبي حلو. تبي هالافكت في قلوب زين، وفي الثاني راح اجربه وادز لك، بس مو تقلدني. اوكا هذا واحد ثاني. خل نحط له قلوب. سلام. ها وينه؟ فوق. وين؟ فوق شو يسوي فوق؟ نايم نايم. وداد قلتي له ولا ما قلتي له عريم؟ هو جاي من الدوام كان تعبان وقال بنام اريح شويه وكل ما بدخل قاعده. وداد خلصيني، الناس ناطريننا، المرأة وبنتها ناطريننا، ايش تنطرين؟ روحي ناديه، روحي كلمي وداد، لا طالعيني كذي، قومي يلا يلا يلا. شو؟ اي والله تبي تفشلنا مع الناس يا ربي. وخزيا والله العظيم ما ادري ايش اسوي الحين انا. فيصل 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 يمه، قوم حبيبي. فيصل 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 امي امي فيصل حبيبي، قوم قوم يلا يمه، قوم 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 غسل، قوم قوم غسل وصل بنروح. شنو اصلي يمه؟ هي صلاه الحين يا حبيبي. قوم قوم يمه. ايش فيك يمه؟ ايش فيك؟ شنو اللي ايش فيني؟ قوم زدتك يا يمه، انا ويا خالتك زهره تحت ناطرينك. يلا ايش تبون مني؟ ناطريني ايش تبون؟ نبي نروح يا يمه. روحوا ايش تبون مني يمه؟ ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيصل لا تعاند، يلا عاد قوم يمه. بعرف سلمان وينه. انت ايش عليك من سلمان؟ احنا نبيك انت. قوم ايش تبين مني يمه؟ ابيك خلصني وقوم. اوه يمه يعني مقومتني من نومه عشان زهره هني؟ انا شكو بزهره. قوم قلت لك قوم غسل يلا خلص. يلا زين الحين البس كات تيشيرتي وياكم. يلا لا تلبس تيشيرت، ابيك تلبس دشداشه، دشداشه سنعه وتكشخ تكشخ مثل المعرس. السالفه يمه؟ شنو شو السالفه؟ انت انزل بعدين انا اقول لك. زين انزل، بس اهم شيء تكشخ مثل المعرس، فهمت؟ مثل المعرس كشخه وتبخر تعطر عدل وانزل. يلا يلا زدتك لا تبطي. زين يمه زين، ايش فيش؟ اعصار دشت علي انفستني، استغفر الله. جوليا تعالي حبيبتي. يلا بسرعة، يلا روحي جيبي القهوة بسرعة والصحن الثاني اللي داخل. ها يلا حبيبتي والشاي. الله آخر يا جوليا. أيوة كل شيء جاهز؟ هلا. أي والله الحمد لله كل شيء جاهز. يلا الحمد لله. هلا. أي والله سمعي أنا بمشي الحين، وبعد ما يمشون الجماعة دقي علي بلغيني طمنيني. ها مو تاخذك السوالف وتنسين. حاضر
حاضر لا تحاتي ان شاء الله، بس اول ما يطلعون راح ادق عليك على طول. يلا على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. ايه شفت اقول لك؟ سمعي لما تقعد ريم مع الولد وتاخذ السوالف مع الحريم وتسب بنتك، عينك على بنتك، فاهمه ولا؟ حاضر. اوكي يلا، بارك الله فيك. ان شاء الله. يلا، امان الله. مع السلامة. جوليا. يلا يا ماما يلا، ليش باردة يلا؟ لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقك يا بنتي يا رب، الله يرزقك حبيبتي يا رب. وداد قلتي له ولا ما قلتي له على الموضوع؟ مو يا زهرة، أنا بقيت أقول له بس خفت إنه هو يعاند وما يروح معانا. يا الله خلاص، أنا والله العظيم أعصابي احترقت من عندكم، والله العظيم خلاص خلاص مو قادرة. أنت بس اهدي اهدي اهدي، صلي على النبي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحين ينزل ونقول له ونحطه قدام الأمر الواقع. أمر الواقع، يلا تفضل الحين. أنا شو أسوي؟ الله يستر يا ربي. تفضل. هاي يما جهزتي ولا بعد؟ بعد شوي بيلي. ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله، شو الزين شو الحلال. صدق ما يعني شكلي حلو يا حبيبتي؟ انت الزين كله يا عمري، ربي يحفظك. اي يا رب يا رب يا رب يكون خوش ريال يا رب. يا يما ان شاء الله، الله يسمع منك يا رب. بعدين لا تحاتين، بيج تكونين على طبيعتك ترتاحين وتسألين عن كل شيء بخاطرك ولا تخافين. ماشي يما؟ زين عادي لما يقعد معاي تقعدين معانا؟ ما ادري احس راح استحي. ما يصير يا يما، هذه الاصول، لازم تقعدين ويا الريال تعرفينه يعرفك. ما يصير. ما ادري احس اني وايد راح ادوله. لا تحاتين، احس ان هالزيجه ان شاء الله راح تكون من نصيبك. ان شاء الله ان شاء الله يكون من نصيبي. ادعي لي يما. يا رب، انا ادعي لك من غير ولا شيء يا عمري، انت يا حبيبتي. يا رب الله يوفقك يا يما، الله يوفقك. يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون خالتي زهرة؟ هلا يما حبيبي، شلونك انت؟ زين اخبارك؟ الله يسلمك ويعافيك. هاي يما وين بنروح؟ وداد قولي له. يما يلا يما، تاخرنا على الموعد اللي المفروض انه نروح له. اي موعد؟ موعد عشان تشوف البنيه اللي اخترتها لك. شنو يعني بنيه شايفتها لي؟ يعني بنت اياويد وجميله وحلوه ويمه وسنع ورد وبدل، حتى سال خالتك زهره علي. لا دام خالتي زهره نيخة تسمع الكلام اللي انا ادري انها تعرفه، غير البنت اللي قلت لك عنها انا ما راح اتزوج. لا تظلمين يا يمه وتظلمين بنت الناس معاي، وانا غلطان اني قعدت من نومتي. فيصل، هذا الكلام يوصلك ويتعداك. يوم انك تروح معاي وتشوف البنت اللي انا اخترتها لك، ولا انت بصوب وانا بصوب؟ يما انا ما راح اتزوج غير البنت اللي قلت لك عنها، حرام عليك يما، لا تغصبيني على شيء انا ما ابيه. هذا انا قلت لك، لا تروح تشوف البنت، لا تعتبر امك ماتت. تعالي تعالي، اخذي الصحن بسرعه حطي هنا. السلام عليكم. هل 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 هلا. مرحبا. هلا تو ما نور البيت. بعد قلبي بهلا بهلا. هلا هلا حبيبتي. هلا والله. حياك حياك زهرة رفيجتي. سلام عليكم حبيبتي. اكيد من ما يعرفها حبيبتي الغاليه. بعد عمري حافظك الله. بعد عمري. تفضلي تفضلي. هلا حياكم الله. الله يحييك. بعد عمري حبيبتي. تفضل يما فيصل. يا الله. هلا هلا يما فيصل، شلونك؟ هلا عليكم السلام. هلا امي. تفضل تفضل حياك، ارتاح. نعم فضلك. هو كذي طبعا، هو خجول. اي ما شاء الله، ربي يحفظهم يا رب عيالك. يسلم تسلم عمرك، يبارك بعمرك ان شاء الله. الحمد لله. تبعد قلبي، الحمد لله، نحمد الله ونشكره. يا رب عسى دوم ان شاء الله حبيبتي. اللهم Thank you.
ريم، مو جنست عيلتي؟ أخذي وقتك بالتفكير. أحتاج وقت عشان أقرر، بس خلاص ما راح أنزل. بس أمي شلون أفشلها مع الناس؟ كيكة تبليم ماني مصدقة ريم، ماني مصدقة. ليش تأخرتي؟ ليش ما تبيني أتأخر؟ بتكشخ لك، يعني هذا أهم يوم أنا بحياتي مو بحياتك أنا. أنا نازلة يما. حياة جديدة وريم ثانية. ما شاء الله لا إله إلا الله، شفتوا السنة المطهر؟ ما شاء الله خير وبركة إن شاء الله. عاد حبي السنة تطلع الربيع تشوف الخبيل والنوار، ملينا كله جفاف 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 ملينا. اي والله خلوا عيوننا شوية تخيلتوا الحضارة. اي والله الله لا إله إلا الله، الله يزيده ويرحم عزيزه إن شاء الله، الله يزيده ويرحم عزيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا 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 وغلا هلا يا بزين بنيتي يا حلات بنيتي يا بعد يا هلا يا هلا بالحلقه وهلي. لا تقعدين، قومي قومي يما قومي قومي، خليني اعرفك على فيصل ولدي. تعالي حبيبتي انت يا زينك يا زينك يا حلاتك، تعالي يما ريم حياتي انت يا زينك، تعالي يما تعالي حياك حياك يما، تفضلي تفضلي امي. فيصل فيصل يما، هذه ريم اللي سولفك عنها حبيبي، لو تلف في الدنيا كلها ما تلقى واحدة مثلها. يما ترى إحنا طلعنا معارف وأهل. ريم حبيبتي لا تستحي، سولفي معاه وقولي كل اللي بخاطرك زين. يما يا زينك يا زين أدبك وحلاتك يا زينك يا يما، إن شاء الله عليك لا إله إلا الله. تسلمين يوم سلمان، لا إله إلا الله. طيب وصلك يا الغالية حبيبتي، سلم عمرك بسم الله عليها. أمين يا إبه الجمال هذا كله. والله تبل ما شاء الله، لا إله إلا الله إن شاء الله. لا إله. يبا أنت إيش فيك ذي قلبه هيك طول الطريق زعلانة معصبة، صاير شنو فيه؟ لا والله تسألني بعد صاير؟ أنت شايف أختك إيش كثر قطت علي نغزات؟ ليش تحسسني إن أنا أول واحدة بتشتري سيارة حق رجلها؟ يا أخي كيفي؟ فلوسي وكيفي بشتري حق رجلي سيارة شلون؟ إيه بس هي ما قالت شيء. كل هذا ما قالت شيء؟ يا أن أشتري السيارة اللي هي تبيها بخاطرها، يا أن ما راح ترضى علي؟ يا أخي كيفي فلوسي فلوس؟ أنا بشتري السيارة بفلوسي. يبا أنا قاعد أقول لك سبنية ما قالت شيء، هي تبي لي الزينة لا أكثر ولا أقل. لا والله تبي لك الزينة؟ لا والله تبي اللي هي بخاطرها. بعدين انت كل كلمه ثانيه فلوسي وفلوسي، اذا فلوسك انت وايد وما عرفت تودينا اعطيني انا اعرف شلون اتصرف فيها، انا استثمرها اذا هي مضايقتك وايد كذي. انت لا يكون طمعان فيني وانا ما ادري، ولا يازلك الوضع انك قاعد ببيتنا وابوي يصرف عليك. سمعيني يا عدل، اذا على قعدتنا هني في بيت ابوك كانت بطلب منه ومن امك، يعني انا ما طلبت هالشيء. واذا غصتك على الفلوس وانه يصرف علي، ترى هم انا قاعد اشتغل وانكرف حالي حال اي موظف بالشركه. وبعدين إذا قاعد تكلمين عن البيت، ترى هم أنا عندي بيت، مو بس أنتوا عندكم بيت. سمعيني عدل، من باكر بقدم استقالتي بتكون مكتب أبوك. أنا إذنك. ايش هالحلاوات اللي تهبل من ملكم، ما يشارين هالحلو هذا من الانستغرام؟ لا حبيبتي احنا مسوينا انا وريم. ما شاء الله لا اله الا الله، تسلم ايدكم يهبل والله ما شاء الله. اي عجيب
ما شاء الله. وين تعرف تطبخ؟ اي ما شاء الله عليها طباخة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. داومين؟ إيه. وين؟ بنك. وأنت؟ وزارة بعد وين؟ مرتاحة بشغلك؟ إيه الحمد لله. شلون مرتاحة؟ ما يهدونكم إلى المغرب؟ إحنا راضيين بيوتنا نايمين، أنتوا الحين بالدوام. لا بالعكس، أنا وايد أحب دوامي وأحب الإحساس بالمسؤولية. لا إن شاء الله بياخذ عليها وتاخذ عليه إن شاء الله. أكيد أكيد، لا تحاتي. الله يوفقك. انت بعد. ولا هلو. هلا فواز. اي مو ابوي بلغكم قراره مال، ايش تبي داق علي الحين؟ اي اي صح، نبني بيتكم ناخذ اغراضها، ويفضل ما تكون موجود بعد. شلون؟ باكر الساعة 10 الصبح؟ اي بس تمام، ولا اقول لك خلا الساعة 11. ايه يلا تمام. سلام. لازم اقول حق امال. ادري ايش فيني مغموت هاليومين.